كما ذكرنا يا مولانا اسم الله الشكور ورد في القرآن الكريم أربع مرات في ثلاث منها اقترنا باسم الغفور في الرابعة اقترنا بالحليم كما في سورة التغابن والله شكور حليم ما الحكمة في اقتران اسم الله الشكور بهذين الاسمين الغفور والحليم وحضرتك يعني هناك علم متخصص في تذيل التذييل الايه يعني آه. الآية ختامها آه. بس ختامها بما يبرر الأحكام التي صدرت في, في صدر في صدر الآية وعجز الآية فهناك علوم يعني تتحدث عن هذه الآية تتضمن كذا وكذا ثم زيلت بوصف كذا وكذا بما يعزز المعنى اه بما يعني لازم اكتشاف المناسبة بين التذيل وبينما ذينت له وهو ما سبقها ما, ما سبقها فواضح طبعا شكور حليم ان الشكور يقتضي الحلم يعني لا يعني لا يكون شكورا الا اذا كان حليمة. حليما فهذا ما موجود هناك مثلا برضو اوصاف كثيره يعني يظن كثيرون انها جاءت هكذا يعني اعتباطا او لا هناك علم متخصص في اكتشاف التناسق او التناسب حتى يسمونها مناسبه ما مناسب ده ايضا ليس مناسبه تذيل الايه بما قبلها بل مناسبه الايه بما قبلها يعني في علم المناسبات كمان علم المناسبات ده هو ربط الايات كيف يعني ليه جت الايه دي ما المناسبه ان ياتي احيانا نتحدث عن مجال معين ثم تجد ايه يعني سأدير بك الى 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 اخر مم. ثم الى كله متكامل كله متكامل آه، كل ف... آية مبنية على ما قبلها وما مبنية, مبنية, مبنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحددها ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا وده توقيفي يعني ده ترتيب مش... المصحف ترتيب المصحف توقيفي يعني لا يصح لأحد أن ياخذ آية ويحطها مع آية يقول لك لا والله إي... إلا اللي... و... وحتى الآن لم نقرا في 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 الذين تفرغوا لكتابات نقد القران من قال ان هذه الايه ليست في موضعها وكان المفروض ان توضع في مكان اخر هذا لم يحدث ولن يحدث طبعا لانه يعني من حكيم عليم او برضه حكيم عليم يعني فيلم. فال يعني الحل الشكر يقتضي ال الحل. الحل واضح انه يعني الذي يشكر ده يعني مش ممكن يكون شكور وفي نفس الوقت غضوب او نفس الوقت يعني كيف يشكر وهو غضبان قليل الحلم قليل الحلم مستحيل مستحيل ربنا سبحانه وتعالى ايضا اطلق صفه الشكور على بعض العباد نعم ففي سوره سبأ قال وقليل من عبادي الشكور نعم وايضا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لسيده عائشه رضي الله عنها أفلا أكون عبداً شكوراً؟ من هو العبد الشكور يا مولانا؟ طبعاً العبد هو قليل من عبادي الشكور لأن الشكور هو الذي يؤدي شكر النعمة ونعمة الله سبحانه وتعالى محيطة بالإنسان في كل لحظة من لحظات يومه طول حياته فيعني في يصعب جداً من تجده ينتبه ويلتفت إلى هذا المعنى في كل حركاته وسكناته ويشكر الله قليل من عباده يشكر قليل لأن الإنسان الإنسان كما قلنا مثلا أنه يأكل ويشرب وينام ويهيأ له أن وجبات الأكل دي يعني من حقه أو شيئا فشيئا العادة تبدل عنده ملكة التيقظ لمن وضع امامه هذا او مهد له هذا الطعام يعتبر النعمه تحصيل حاصل طبعا كانوا او من البسه ومن انما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع كل تصرف من هذه التصرفات بالشكر لله والدعاء لله والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى طوال الوقت طبعا لانه طبعا يعني كان اذا مثلا لبس يقول الله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة اللهم ألبثني من سياب الجنة ثم كان ده الشكر اللفظي ثم يعمد إلى ثوبه الخلق القديم فيتصدق به نظامه كده فده الشكر العملي قليل اللي هو طبعا على هذا النمط في هذا أي. لكن الناس يشكرون طبعا حين تأتيهم نعمة كبيرة تلفت أنظارهم أو حينما مثلا يقعون في ضائقة ثم تفرج عنهم هذه الضائقة. فإذا ليس العبد شكور بالمعنى يعني هو قليل من وده, وده واضح ومعروف يعني. حتى معظم المؤمنين كلهم يعني تقريبا ما عدا يعني الناس اللي هم متيقظين للحضور الإلهي معهم في كل حركاتهم وسكناتهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين سنواصل الحديث عن اسم الله الشكور في الحلقة المقبلة بإذن الله وأحبائنا الكرام إلى أن نلتقي مجددا مع الإمام الطيب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته